السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مجددا يا براء، سعيد بوجودك. أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. لم يتبقى إلا أيام قليلة على دخول شهر رمضان يا أستاذي، وقد كنت أريد منك أن تشرح لي الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. بارك الله فيك على حرصك يا براء، فهكذا أنت دائما حريص على تعلم العلم النافع. جزاك الله خيرا. شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويقع ما بين شهر شعبان وشهر شوال. وفي هذا الشهر نصوم عدة ساعات في اليوم، ما بين الفجر إلى صلاة المغرب، فنمتنع عن الطعام والشراب، بل نمتنع عن كل أمر محرم قد يفسد هذا الصيام. هذا الشهر هو شهر ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى، نقوم فيه الليل ونصوم فيه النهار ونكثر فيه من قراءة القرآن. وكيف نتأكد من دخول شهر رمضان؟ أحسنت أحسنت. كيف نتأكد من دخول شهر رمضان؟ نتأكد من ذلك برؤية الهلال، هلال شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن كان الجو غائما فإننا نكمل شهر شعبان 30 يوما، ثم نبدأ بالصيام لشهر رمضان. إذا قام أحد أصدقائي بسبي وشتمي والإساءة إلي في رمضان، ماذا أفعل؟ لا ترد عليه الإساءة، بل قل له: اللهم إني صائم. في نهار شهر رمضان، ما الذي نفعله؟ ما الذي يستحب لنا فعله؟ يستحب في نهار شهر رمضان الإكثار من الذكر والعبادة وقراءة القرآن وجميع الأعمال الصالحة. ومتى يفطر الصائم؟ يقوم الصائم بالإفطار مع دخول أذان المغرب، فعندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب يستحب أن يفطر الصائم على تمر أو ماء، وعليه ألا يكثر من الطعام حتى لا يتعب معدته. لقد جمعت مع زملائي مبلغا من المال لإفطار الصائمين هذا العام. أحسنت يا بني، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وماذا نفعل بعد الإفطار؟ بعد الإفطار نتجهز لصلاة العشاء والتراويح، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك حكمة من مشروعية الصيام. أولاً أن فيه تقوى الله في الاستجابة لأمره والانقياد لشرعه، وأيضاً يعود النفس على الصبر ويقوي الإرادة في التغلب على الشهوات، وأيضاً يجعل الصائم يشعر بالفقراء والمساكين. وما هي شروط وجوب الصيام؟ نعم أحسنت. ما هي شروط وجوب الصيام؟ أولا الإسلام، فلا يجب على الكافر. ثانيا العقل، فلا يجب على المجنون. ثالثا البلوغ، فلا يجب على الصغير. رابعا القدرة على الصيام، فلا يجب على العاجز عنه مثل المريض. خامسا الإقامة، فلا يجب على المسافر. وما هي الأمور المستحبة التي نقوم بفعلها خلال شهر رمضان؟ من الأمور المستحبة في شهر رمضان تأخير السحور قبل دخول أذان الفجر، وأيضا تعجيل الإفطار عند دخول أذان المغرب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا يجب علينا أن نبتعد في هذا الشهر
عن الأفلام والمسلسلات وغيرها من البرامج التافهة السخيفة التي لا تجدي ولا تنفع، بل إنها تضيع على المسلمين أجر هذا الشهر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم يا براء صالح الأعمال. أكتفي بذلك وأسأل الله أن ينفع بي وبك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.